بدك نباتاتك تكون لونها أخضر فاقع، بدك إياها تكون بصحة جيدة وتصر الناظرين، خليك معانا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في قناتكم حديقة منزلية. اليوم حنتحدث كل شيء عن سماد الحديد أو شيلات الحديد أو السكسترين، أهميته للنباتات، أعراض نقص الحديد في النباتات، العوامل المؤثرة على قدرة النباتات في امتصاص عنصر الحديد، وأنواع سماد الحديد وطريقة استخدامه. تحتاج النباتات إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية لكي تنمو بشكل صحيح، ويتم تصنيف هذه العناصر إلى قسمين، عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والعناصر الصغرى مثل الحديد والنحاس والزنك وغيرها. عنصر الحديد من أهم العناصر الصغرى للنباتات، وذلك لأن وجوده ضروري لإنتاج مادة الكلوروفيل، حيث تعطي الأوراق لونها الأخضر، والكلوروفيل أساسي للقيام بعملية البناء الضوئي التي يقوم من خلالها النبات بتصنيع الأكسجين والطاقة والمركبات العضوية التي يتغذى منها. والحديد مهم أيضا في تنظيم عمل العديد من الأنزيمات في النباتات. أعراض نقص الحديد في النباتات: يعتبر اصفرار الأوراق من الأعراض الأكثر وضوحا لمعرفة إذا كانت النباتات تعاني من نقص الحديد، وخاصة إذا كان الإصفرار في غير موسمه، فكما نشاهد في هذه الأوراق لزهور الجيرانيوم وكذلك لأشجار الليمون، عروق الأوراق بقيت خضراء بينما يظهر الإصفرار بوضوح بين هذه العروق، وغالبا يظهر الإصفرار أولا على الأوراق الصغيرة حديثة النمو، فنلاحظ هنا نقص عنصر الحديد في هذه الأوراق بوضوح. هناك سببين أساسيين لنقص عنصر الحديد في النباتات. السبب الأول عدم توفر الحديد في التربة، فالتربة فقيرة بذاتها لا توجد فيها عنصر الحديد. رقم 2، عدم قدرة النباتات على امتصاص الحديد رغم توفره بكثرة في التربة. ومن العوامل اللي بتأثر على قدرة النباتات على امتصاص عنصر الحديد من التربة، رقم 1، نوعية التربة، فالتربة الطينية أو الرملية تكون فقيرة ولا تحتوي على كميات كبيرة من المواد العضوية اللي من ضمنها عنصر الحديد. رقم 2، درجة الحموضة في التربة، فإذا كانت درجة الحموضة في التربة قليلة فهذا سيؤدي إلى تأكسد الحديد ويصبح أكثر صلابة وأقل قدرة على الذوبان في الماء، وبالتالي يصعب على النبات امتصاصه. رقم 3، تشبع التربة بالماء، هذا الأمر يؤثر على الجذور وبالتالي على قدرتها في امتصاص عنصر الحديد من التربة. رقم 4، وجود عناصر أخرى بنسب عالية جدا قد يؤثر على قدرة النبات على امتصاص الحديد. أشكال سماد الحديد: يأتي سماد الحديد بأشكال مختلفة. رقم 1، ممكن يكون محلول أو سائل. رقم 2، ممكن يكون على هيئة حبيبات. رقم 3، ممكن يكون على هيئة مسحوق أو بودرة. أنا هستخدم سماد الحديد اللي على هيئة حبيبات. يتم استخدام سماد الحديد بوضع ملعقة كبيرة على كل 10 لتر ماء، أي 1 جرام على كل 1 لتر. حقوم بوضع ملعقتين كبيرتين من سماد الحديد أو من عنصر الحديد على 20 لتر ماء، وبعدها حقوم بتذويبه بشكل جيد. يجب علينا قبل أن نقوم بوضع سماد الحديد أن نقوم بتعطيش النبات لمدة 2 يوم، ويتم وضع نصف كمية احتياج كل نبات للري من سماد الحديد. هذا الأصيص أرويه تقريبا ب2 لتر ماء، سأضع 1 لتر من سماد الحديد عليه.
وهذا أيضا سأضع عليه نصف كمية الماء الذي أقوم برويه به. وهكذا سأستخدم سماد الحديد أيضا على جميع نباتاتي ومزروعاتي الموجودة لدي. بهيك بنكون أجملنا لكم كل شيء بخص سماد الحديد وأهميته للنباتات. لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم أحبابنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.